جزا الله الإخوة المتحدثين من قبلي على هذا الكلام الواضح في التوحيد وفي السنة وفي اجتناب المنكرات والفواحش. هذه الرسائل دائما ما نبعث بها للشعب السوداني. والله نحن خايفين على الشعب السوداني ده لأنه كثير من الناس الآن ربما لا يسمع مثل هذا الكلام لا في التلفزيون ولا في الراديو ولا في الرياضية ولا في الرابعة ولا في الخامسة ولا العاشرة بالشنقيط. ما بيسمعون هاي كلام في التوحيد بوضوح. ما في افتح اي قناة تعجبك، قناة بتاعت هوس ولا قناة بتاع اسلامية، افتح كل القنوات تلقى الجماعة بتاع ناسا انا الليل انا ما بنومه وانا حارس نجومه، وناس اداني تحية دموع عسالة. دي تحية ولا بنبان؟ شنو اداني تحية ودموع عسالة؟ وذاك حبك نار وبعدك نار وقربك نار والليلة واناري. يا انت ما تقول انا ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ شنو نار نار نار؟ افتح القنوات الثانية، النيل الازرق اس 24 غير من القنوات، ما بتلقى كلام واضح في نقض هذه الكتب وهذه الطرق المتصوفة. عشان كده رسالتنا واضحة، الأمة دي تمشي لقدام، عليهم أن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويكفروا بالطواغيت، الطواغيت الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، والقبور والجباب التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. عشان كده دار قفنا حديث وقفات إن شاء الله يسيرة، والحديث في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا فيتكلوا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والحديث ده حديث عظيم، رواه صحابي من أعلم الصحابة رضوان الله عليه، بل استخلف النبي عليه الصلاة والسلام معاذ في مكة وبعثه إلى اليمن. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. كلام ده ما واضح؟ قال لي أول حاجة قبل صلة الرحم وبر الوالدين وحقوق الهرة وحقوق الغنماية، قال لي أقول لهم يوحدوا الله. يوحدوا الله يعني يعبدوا الله براو، ما يعبدوا معه صنم، ما يعبدوا معه قبر، ما ينادوا معه صالح، ما ينادوا معه ولي، ما يتوكلوا على غير الله، ما يذبحوا لغير الله، ما يطوفوا بغير بيت الله. أن يوحدوا الله أن يفردوه بالعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن معاذ: أعلم الناس أو أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ويبعث يوم القيامة يسبق العلماء برتوة. العلماء ورا ومعاذ قدام هناك برتوة، مسافة. أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو من أوعية العلم، من أوعية العلم الذين حفظوا العلم، وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنها رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء من أوعية العلم، حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوها لنا. فالحديث ده
بريو معاذ قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. وشوف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يركب حمار. الليلة ما بتلقى لك شيخ طريقة راكب حمار، ما في شيخ طريقة صوفية راكب حمار، تلقاه راكب جي اكس ار والله، ولا راكب اوباما، ولا راكب بي ام دبليو. يا زول عربات فارهة، عربات فارهة. والدراويش يركبوا في اللواري، الدراويش يركبوا في اللواري، ولا يركبوا في البكاسي. الواحد لما يشوف تلقاه قاعد في الحديد، لما تجيب بواسير والشيخ راكب لها زول هوي تكييف فل، مقاعد مريحة، عربية واسعة وسريعة. يقول لك مولانا ده زاهد، قال ما تحكر في صينية ما أكل سلاته شيئا، بيأكل قرض بس. قال ساري النوم للقرض قرش، اسمه الحبوب، اسمه الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش. والله ده سد مروي بس يا زلمة، شنو بيأكل قرض وما بيأكل قرض. والله أنا بس متمني واحد من الجماعة ده يقول لي الزول ده بياكل قرض عشان اجيب له نص صفيحة قرض. اقول له لين في الصفيحة دي اقرضها، وكان ما قرضتها اتاكد انا بقرضك. ما انت قلت بتاكل قرض، بنجيب لك القرض اكله كذاب. يقول لك والله يا ابونا الشيخ خش الخلوة الاربعينية باربعين قرضة، اربعين قرضة بس ياكل القرض. يا اخي انت غنماية يا اخي تاكل قرض يا اخي، والغنم ذاته ما بياكل القرض. غنم بيقى ياكل بسكيت، بيقى ياكل جرجير، حاجات يعني غنم ذاته ماشيات فوق، بعد شويه بياكل باسطه، والله يدو شويه شويه ياكل مخبازه. وده ان شاء الله ده لكن لما الناس يوحدوا، الناس لما يوحدوا الامور بتبقى تمام. لكن ما دام في عقائد بتاع الصوفيه وسمانيه وقادريه وركينيه واخوان مسلمين وجماعه التبليغ وغيرها من الاحزاب، امورنا ما بتمشي لقدام ابدا 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 والله جد. لانه ده سبب البليه. الشرك أعظم بلية وأعظم جريمة وأكبر مشكلة تنكد على الناس معيشتهم. والله ما في مشكلة بتنكد على الناس معيشتهم إلا الشرك الذي يمارس من قبل أهل التصوف. يا أخي يعكروا مزاجك من الصباح، تجي طالع المواصلات تلقى واحد كاتب في العربية بورق، يا ود بلال ويا يا المجذوب ويا بضلع عن حديد ويا بشام ورا وقدام ويا أبو قرون ويا الكباشي وغيرها من العبارات الشركية. لاف شرك لافي بعجلاته، ودارين يقول لك البلد يبقى أمورة تصلح، ما بتصلح. فقال النبي من تواضعه يركب الحمار، ومن تواضعه أيضا أنه يردف خلفه، بيركب حمار وكمان بيركب وراه يعني من الصحابة. ابن عباس برضو قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا غلام، وصى وادى وصية نافعة جامعة في التوحيد وفي أن يسأل الله تبارك وتعالى. قال له اسأل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال له دار تنادي نادي الله، دار تتوكل، دار تستعين استعين بالله. ده كلام مش واضح؟ كلام واضح جدا. لكن هؤلاء الناس أرادوا أن يصرفوا الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى وحده إلى عبادة الموتى والمقبورين وشيوخ الطرق الصوفية الطواغيت من دون الله رب العالمين. قال له أتدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله مراه يا زول المعبود، الله مراه يعبد، لا معه ولي، لا معه نبي، لا معه ملك، لا شيطان، لا جن، لا إنس، يعبد مع الله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات دي مش واضحة؟ والعبادة ما هي الصلاة بس، وما هي الزكاة والحج، الدعاء عبادة، ومن أعظم العبادات الدعاء. وده الليلة الواقع فيه المشاكل. الليلة الصوفية صرفوا هذه العبادة لغير الله. قال أبويا الشيخ العبيد ودريا يا البادراب بنية بنية. ده واحد فنان اسمه اللحو. قال لي يا سلمان ود العوضية. يا هزول ده شنو ده؟
في الغنى، في الغنى جابت لها شرك، غنى وشرك. فقال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا أخي والله أنا بستغرب، زول خلق ربنا براو، وزول ربنا حفظه، وربنا ينزل عليه من الأرزاق وعافاه في جسده وأعطاه المال وأداه قروش وأداه عربات وأولاد، بعد ده يقول لك والله الخير، الخير اللي احنا فيه ده كله، أكان ما أبونا الشيخ المكاشف ده والله كان ضعنا، والله كان ما أبونا الصايم ديما والله العظيم شغلتنا كانت معكسة. زي ما قال اللمين بتاع بيت المال شيخ التكسي وشيخ الحنة، قال والله أبويا الشيخ ده نحن ماشيين بأجاهه، نحن ماشيين بنفسه، نحن ماشيين بأجاهه، نحن ماشيين بنفسه. قال والشي جاي في البلد دي أنا ما بعرفه، لكن أبويا الشيخ بيعرفه. أقبضوا قوي يا جماعة، يقبضوا في منو؟ في سروا على أبوك الشيخ ولا شنو؟ قال أقبضوا قوي يا جماعة، يقبضوا في منو؟ يا زول هو يفك، أوعك تقبض، أوعك تقبض لك في بني آدم من دون الله تدعوه وتستغيث به وتستعين به من دون الله تبارك وتعالى. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه براو وما يشركوا معاه غيره من الأنداد ومن المخلوقين. ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا قال في القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قال لك ضبانة ما بخلقوها، تاني باقي لك بديك الجنة ضبانة ما بيخلقها. الليلة أي زول مش قالوا الكباشي بدي الجنة، بس الصماء كلام كثير ما عندنا، قول له تعال خلق لنا ضبانة، ضبانة الحمير ديك ما شفتها، ضبانة الحمير الخضراء ديك، بس أقول له وجيبهم كلهم الكباشي والمكاشفي والركيني وغيره، قول لهم تعالوا خلقوا ضبانة، واحد يعمل لنا الجنحين، واحد يدي علينا أبوه اللون الأخضر، واحد يعمل الكرعين، واحد يعمل لها المصاصة بتاعتها دي، ما في. ربنا قال لو لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال لك لو يتلموا كلهم المجلس الأعلى للتصوف، لو يتلموا كلهم الجوة والبرة واستعانوا بمستوردين صوفية مستوردين زي الجفري وما عارف لك غيره من الضلال، قال لك ضبانة ما بخلقوها. ده تحدي من ربنا، قال لك ضبانة ما خلقوها. تمشي له تقول له داير جنة، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وربنا قال في القرآن الجنة حقه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. دمنوا يا مسلمين، ده الله ولا الكباشي؟ ده الله ولا الكباشي؟ طيب نقول لأولاد الكباشي، أولاد الكباشي مو جابوه في التلفزيون قال أبونا الشيخ ربنا، قال لأبونا الشيخ الكباشي ربنا ده يكون في يكون في لسانه وبيدي الذرية وبرق القوم وما عارف إيه، كلام كثير باطل. فده جزء من هذا الحديث العظيم، إن شاء الله إذا مد الله في الآجال نجي الأسبوع القادم أو الحلقة القادمة نواصل في هذا الحديث. هذا الله أعلم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.